شاءت الأقدار أن تتحول عائلة زرفقار التي نشأت في حي العباسية بالقاهرة من عائلة أبنائها ضباط في الحربية إلى عائلة فنية، بعد أن قرر عز الدين زرفقار ومحمود وصلاح الاتجاه إلى السينما ليصبحوا فيما بعد من رواد ونجوم الوسط الفني الذين ستظل الأعمال التي تركوها خالدة في ذاكرة السينما. وأحد أفراد هذه العائلة المخرج السينمائي عز الدين زرفقار الذي ولد في حي العباسية بالقاهرة في أكتوبر 1919، هو الشقيق الأوسط للفنانين محمود زرفقار وصلاح زرفقار. دخل عز الدين زرفقار عالم الفن من باب كتابة القصة والسيناريو بعد أن كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة المصرية في سلاح المدفعية، ليعمل بالسينما، ثم عمل مساعدا للمخرج محمد عبد الجواد في أفلام الدنيا بخير عادت إلى قواعدها دول في 1946، أزهار وأشواك في 1947. وبرغم قصر مشواره الفني حيث توفى وهو في 44 من عمره، إلا أنه قدم خلال هذه الفترة القصيرة مجموعة من روائع السينما المصرية بلغت 30 فيلما، كان للفنانة الراحلة فاتن حمامة نصيب الأسد منها، ونشأت بينهما قصة حب توجاها بالزواج الذي لم يستمر طويلا وأسفر عن ابنتهما الوحيدة نادية. لم يستمر الزواج سوى بضع سنوات، إلا أنهما لم ينفصلا فنيا، حيث قدم عز الدين زرفقار وفاتن حمامة معا أفلام طريق الأمل 1957، بين الأطلال في 1959، نهر الحب 1960. تزوج عز الدين بعد ذلك من كوثر شفيق وأنجب منها ابنته دينا زرفقار، والتي تعتبر حاليا من أبرز الناشطات في حقوق الحيوان. وإلى جانب الأفلام الروائية، قام عز الدين زرفقار بإخراج فيلم تسجيلي هو حرب الإشاعات في 1954، ونشيد الوطن الأكبر من تلحين عبد الوهاب، وغناء مجموعة كبيرة من المطربين والمطربات عام 1960. وحتى لا يقال أنه مخرج الرومانسية فقط، فقد قدم فيلما غنائيا شهيرا هو شارع الحب، وكان من أفضل الأفلام الغنائية في السينما. قدم أيضا الرجل الثاني، وهو فيلم بوليسي من طراز فريد. قدم فيلم الواقعية امرأة في الطريق عام 57، وقدم كل أنواع الأفلام ليؤكد تميزه وتفرده، وكان سابقا لزمنه بكثير وأفضل من يوظف الأغاني في الأفلام. كما قدم عز الدين زرفقار أيضا مجموعة من روائع السينما بعيدا عن فاتن حمامة، من أشهرها الشموع السوداء عام 1962، والذي يعتبر آخر أفلامه، وفي اليوم الأول من شهر يوليو 1963، وبعد صراع مرير مع أكثر من مرض، توفي المخرج عز الدين زرفقار وكان عمره 44 عاماً.